عبد الله العلوي على التنفيذ. هل يقلص الفارق؟ زاخو هل يعود في المباراة؟ ننتظر هنا الرأسية، خطيرة، جول جول ثاني مباشرة لزاخو على هذا الملعب. آخر لقاء ما بين زاخو والنجف، وهنا المحور، هدف أول، هدف أول، جول لزاخو. سجل ايضا في مرمى القوة الجوية المباراة اللي خسرها زاخو 1-2 امام القوة الجوية، ولاحظ الاعادة ورأسية جوستافو تسكن شباك مرمى النجف، لاحظ الاعادة، لاحظ جوستافو، وكان ايضا باتريك، وخمس لاعبين بقمصان حمراء داخل منطقة الجزاء في الامجد، عطوان والرأسية على المرمى، وهدف اول، جول مهيمن سليم ملاك، مهيمن يسجل هدف أول لزاخو، الله على هدف مهيمن، أي بديل، أي بديل لزاخو، يشعل الفتيل البديل لزاخو بهدف أول، مهيمن، مهيمن سليم ملاخ برأسية جميلة على يمين حارس المرمى حسين علي جولي، هدف، هدف يشعل المدرجات لزاخو، جمهور زاخو، هدف ثاني لزاخو، هدف ثاني لزاخو، باتريك، 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 البرازيلي، البرازيلي، البرازيلي يسجل هدف ثاني لزاخو، انهيار داخل ملعب فرانسو حريري. عبد الله مع الكرة اليمني، هناك الجهة اليمين، تقدم رمضان صديق، العرضية، هدف لزاخو، هدف لأبناء الخابور، وسط فرحة هذه الجماهير العاشقة الداعمة للأحمر والأبيض، مهيمن سليم ملاخ يسجل أول هدف هذا اللقاء في الدقيقة 10، يبدأ نادي زاخو بتسجيل أول هدف، يخرج اللقاء دقيقة 10 وليس الدقيقة 9، وبالتالي نادي زاخو هدف بعد متابعة من المهاجم مهيمن سليم، لكن هي هجمة منظمة جميلة، إن كانت لنوروز وإن كانت لفريق زاخو المستضيف. عد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، جول جول، الله على جوستافو البرازيلي، يظهر جوستافو، يسجل جوستافو، يفتتح باب التسجيل ويسجل أول أهداف المباراة، افرح افرح. لم يسجل اي هدف ريباس، ريباس يلعب الركنية، هنا الرأسية، جول مارسيلينيو، مارسيلينيو البرازيلي برأسية، وقبل قليل تكلم عن العقم التهديفي والصيام التهديفي لنادي زاخو الذي احتاج إلى 286 دقيقة حتى سجل هدفاً.